عليه السلام أن القضاة والعلماء ما كانوا يتمكنون من الجلوس عنده، فإذا مثل أحدهم بين يديه كانت ترتعد فرائسه ويتغير لونه ولم يقدر على التكلم. يا مستمعين الكرام، صلوا على خير الأنام محمد صلى الله وآله وسلم. روى ابن شهرآشو في المناقب قال أبو حمزة الثمالي: حج أبو جعفر عليه السلام وحج هشام بن عبد الملك لعنه الله في سنة، وأقبل الناس ينثالون على أبي جعفر عليه السلام، فتعجب هشام من اجتماع الناس عليه، فقال له عكرمة: من هذا الذي عليه سيما زهرة العيل؟ لو جربنه. فلما مثل بين يديه ارتعدت فرائسه وأسقط، أي هشام، في يد أبي جعفر عليه السلام، وقال: يا ابن رسول الله، لقد جلست مجالسا كثيرا بين يدي ابن عباس وغيره، فما أدركني ما أدركني آنفا. فقال له أبو جعفر عليه السلام: ويلك يا عبيد أهل الشام، إنك بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وفي مدحي يقول الشاعر: إن علوم المصطفى لباقر العلم انتهت، أبدى إلينا ما به محافل العلم زهد، وقد أشاد للهدى الأركان بعد أن وهد، فخالفته عصبة للحق بغيا سفهات. اللهم صل على محمد. قال الراوي بإسناده عن عبد الله بن عطاء المكي قال: ما رأيت العلماء عند أحد قط أصغر منهم عند أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام، ولقد رأيت الحكم بن عتيبة مع جلاله في القوم بين يديه كأنه صبي بين يدي معلمه، وكان جابر بن يزيد الجعفي إذا روى عن محمد بن علي عليه السلام شيئا يقول: حدثني وصي الأوصياء ووارث علوم الأنبياء محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام. قال الراوي: وفي رواية بالإسناد عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أقبل رجل فسلم، فقال: من أنت يا عبد الله؟ فقال: رجل من أهل الكوفة. فقلت: فما حاجتك؟ فقال لي: أتعرف أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام؟ قلت: نعم. فما حاجتك إليه؟ قال: هيأت له 40 مسألة أسأله عنها، فما كان من حق أخذته وما كان من باطل تركته.
قال أبو حمزة، فقلت له هل تعرف ما بين الحق والباطل؟ قال نعم. فقلت فما حاجتك إليه إذا كنت تعرف ما بين الحق والباطل؟ فقال لي يا أهل الكوفة أنتم قوم ما تطاقون، إذا رأيت أبا جعفر عليه السلام فأخبرني. فمن قطع كلامه حتى أقبل أبو جعفر عليه السلام وحوله أهل خراسان وغيرهم يسألونه عن مناسك الحج، فمضى حتى جلس مجلسه، وجلس الرجل قريبا منه. قال أبو حمزة فجلست حيث أسمع الكلام وحوله عالم من الناس. فلما قضى حوائجه وانصرف التفت إلى الرجل فقال له من أنت؟ قال أنا قتادة ابن لعام البصري. فقال له أبو جعفر أنت عليه السلام أنت فقيه أهل البصرة؟ قال نعم. فقال له أبو جعفر عليه السلام ويحك يا قتادة، إن الله عز وجل خلق خلقا من خلقه فجعلهم خلفاء حججا على خلقه، فهم أوتاد في أرضه، قوام بأمره، نجباء في علمه، اصطفاهم قبل خلقه أظلة والله عن يمين عرشه. قال فسكت قتادة طويلا ثم قال أصلحك الله، والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عباس، فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم ما اضطرب قدامك. قال له أبو جعفر عليه السلام ويحك تدري أين أنت؟ أنت بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأنت ثم ونحن أولئك. وفي مدحي يقول الشاعر يا مستمعين الكرام صلوا على خير الأنام محمد صلى الله وآله وسلم، باقر العلم يبقر العلم كلا، فلذا أصبحت كمثل الغيوم وبه نارة العلوم جميعا، مذ غدا سلك درها المنظوم، فهو الباقر الذي قد حباه سيد الرسل بالسلام الكريم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الراوي فقال له قتادة صدقت والله، جعلني الله فداك، والله ما هي بيوت حجارة ولا طين؟ قال قتادة فأخبرني عن الجبن. قال فتبسم أبو جعفر عليه السلام ثم قال رجعت مسائلك إلى هذا؟ قال ضلت عني. فقال لا بأس به. فقال إنه ربما جعلت فيه أنفحة الميت. قال ليس بها بأس، إن الأنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا عظم، إنما تخرج من بين فرث ودم. ثم قال وإن الأنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة، فهل تؤكل تلك البيضة؟ فقال قتادة لا، ولا آمروا بأكلها. قال له أبو جعفر عليه السلام ولمن؟
قال لأنها من الميتة. قال له فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة تأكلها؟ قال نعم. قال فما حرم عليك البيض وحلل عليك الدجاجة؟ ثم قال عليه السلام فكذلك الأنفحة فكذلك الإنفحة مثل البيضة. فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل عنه إلا أن يأتيك من يخبرك عنه. قال الراوي بالإسناد عن أبي بصير قال أبو جعفر عليه السلام مررت بالشام وأنا متجه إلى بعض خلفاء بني أمية فإذا قوم في جانبي فقلت أين تريدون؟ قالوا إلى عالم لنا لم نر مثله يخبرنا بمصلحة شأننا. قال فاتبعهم حتى دخلوا بهوا أي مكانا عظيما فيه بشر كثير. فلم ألبث أن خرج شيخ كبير متوكيان على رجلين قد سقط حاجباه على عينيه قد شد حاجبيه حتى بدت عيناه. فنظر إلي فقال أمنا أنت من الأمة المرحومة؟ قلت من الأمة المرحومة. فقال من علمائهم أم من جهالهم؟ قال الإمام الباقر عليه السلام قلت لست من جهالهم. فقال أنتم الذين تزعمون أنكم تذهبون إلى الجنة فتأكلون وتشربون ولا تحدثون؟ قال قلت نعم. قال فهات على هذا برهانا. قلت الجنين يأكل في بطن أمه من طعامها ويشرب من شرابها ولا يحدث؟ قال لست قلت إنك لست من علمائهم. قال قلت ولا من جهالهم. قال فأخبرني عن ساعة ليست من النهار ولا من الليل. قلت هذه ساعة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لا تعد من ليلنا ولا من نهارنا وفيها تفيق مرضانا. فنظر إلي النصراني متعجبا وقال لست قلت إنك لست من علمائي؟ ثم قال أما والله لأسألنك عن مسألة ترتطم فيها ارتطاما كالثور في الوحل. أخبرني عن رجلين ولدا في ساعة واحدة وماتا في ساعة واحدة وعاش أحدهما 50 و100 سنة وعاش الآخر 50 سنة. قال قلت ثكلتك أمك هما عزير وعزرا؟ عاش هذا 50 ثم مات الله 100 عام ثم بعثه. فقال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. وعاش هذا 50 و100 ثم مات جميعا. فقال النصراني غضبا والله لا أكلمكم كلمة ولا رأيتم لي وجها 12 شهرا إذا أدخلتم هذا علي. وفي مدحي يقول الشاعر هو من تخضع الرقاب إليه من حكيم مؤدب وعليم إذ ترى العلماء بين يدي بصغار عادوا لذاك الحكيم وتراه في القول يلفظ درا يتلالى من بين در يتيم وكذا العلوم تظهر منه كثمار من فضله المستقيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. رويا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال كان أبي كثير الذكر لقد كنت أمشي معه وإنه ليذكر الله وأكل الطعام معه وأنه ليذكر الله ولقد كان يحدث القوم وما يشغله عن ذكر الله.
وكنت أرى لسانه لازقا بحنكه يقول لا إله إلا الله، وكان يجمعنا ويأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس، ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منا، ومن كان لا يقرأ منا أمره بالذكر. وإذا أحزنه أمر جمع النساء والصبيان، ثم دعوا وأمنوا وروي أنه عليه السلام خرج حاجا، فلما دخل المسجد ونظر إلى البيت بكى حتى على صوته، ثم طاف بالبيت وصلى عند المقام ورفع رأسه من سجوده، فإذا موضع سجوده مبتل من كثرة دموعه، وكان عليه السلام قليل الضحك، وإذا ضحك قال اللهم لا تمقتني، وكان يقول في جوف الليل في تضرعه أمرتني فلم أأتمر، ونهيتني فلم أنزجر، فأنا ذا عبدك بين يديك أعتذر. وكان له خلق عظيم، فقد كان أحلم الناس، قال له يوما رجل نصراني أنت البقر؟ قال أنا الباقر. قال أنت ابن الطباخة؟ قال عليه السلام ذاك حرفتها. قال أنت ابن السوداء الزنجية البذية؟ قال إن كنت صدقت غفر الله لها، وإن كنت كذاب غفر الله لك. فأسلم النصراني. إمام حق فاق في فضل العالم من باد ومن حاضر، أخلاقه الغر رياض فمن روض غداة الصيب الماطر، فرع زكى أصلا وأصل سما فرعا على ذا الفلك الدائري، جرى على سنة آبائي جري الجوان السابق الضامري. رويا عن سفيان الثوري قال ما لقينا أبا جعفر عليه السلام إلا وحمل إلينا النفقة والصلاة والكسوة، ويقول هذه معدة لكم. ورويا عن الحسن بن كثير قال شكوت إلى أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام الحاجة وجفاء الإخوان، فقال بئس الأخ وخا يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا، ثم أمر غلامه فخجا كيسا فيه 700 درهم، وقال استنفق هذه فإذا نفدت فأعلمني، وكان روحي له الفداء لا يمل من صلة الإخوان وقاصديه ومؤمليه وراجيه. ويقول عليه السلام اعرف المودة لك في قلب أخيك بما له في قلبك. وكان عليه السلام أصدق الناس لهجة وأحسنهم بهجة، وأبذلهم مهجة، وأعبدهم عبادة، وأزدهم زهدا. يا مستمعين الكرام، صلوا على خير الأنام محمد. وآله وسلم هو ذلك النور، هو ذلك النور الإلهي الذي يغنيك عن نور الصباح السافر، فضل كمنبلج الصباح وهمتان أوفت على فلك النجوم الدائري، ويد إذا انتجع المؤمل رفدها حشدت علي بكل نور ماطر. جل الذي أولاه مستن العلا، فالنجم يرمقه بطرف حاسر. صلوات الله.
قال الراوي بالإسناد عن النعمان بن بشير قال: كنت زامنا لجابر بن يزيد الجعفي، فلما أن كنا بالمدينة دخل على أبي جعفر عليه السلام فودعه وخرج من عنده وهو مسرور، حتى إذا وردنا الأخيرج وهو اسمه موضع يوم جمعة فصلينا الزوال، فلما نهض بنا البعير دانا برجل معه كتاب، فإذا أنا برجل إلى آخر الكلام معه كتاب، فناوله جابر فتناوله فقبله ووضعه على عيني، وإذا هو من محمد بن علي عليه السلام إلى جابر بن يزيد وعليه طين أسود رطب، فقال له: متى عهدك بسيدي؟ فقال: الساعة. فقال له: قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ فقال: بعد الصلاة. قال: ففك الخاتم فأقبل يقرأه ويقبض وجهه حتى أتى على آخره، ثم أمسك الكتاب فما رأيته ضاحكا ولا مسرورا حتى وافى الكوفة. فلما وافينا الكوفة ليلا بت ليلتي، فلما أصبحت أتيت إعظاما له ووجدته قد خرج علي في عنقه كعاب قد علقها وقد ركب قصبته وهو يقول: أجد منصور بن جمهور أميرا غير مأمور أبياتا من نحو هذا. فنظر في وجهي ونظرت في وجهه فلم يقل لي شيئا ولم أقل له، وأقبلت أبكي لما رأيته، واجتمع علي وعلي الصبيان والناس، وجاء حتى دخل الرحبة فأقبل يدور مع الصبيان والناس يقولون: جن جابر بن يزيد جن. فوالله ما مضت الأيام حتى ورد كتاب هشام بن عبد الملك إلى والي أن ينظر رجلا يقال له جابر بن يزيد فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. فالتفت إلى جلسائه وقال لهم: من جابر بن يزيد الجعفي؟ قالوا: أصلحك الله، كان رجلا له فضل وعلم وحديث وحج فجن، وهو ذا في الرحبة مع الصبيان على القصب يلعب معهم. قال: فأشرف عليه فإذا هو مع الصبيان يلعب على القصب، فقال: الحمد لله الذي عافاني من قتله. ولم تمض الأيام حتى دخل منصور بن جمهور الكوفة وصنع ما كان يقول جابر. قال الراوي بإسنادي عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت له: أنتم ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. قلت: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وارث الأنبياء، علم كل ما علموا؟ قال لي: نعم. قلت: فأنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرئوا الأكمه والأبرص؟ قال لي: نعم بإذن الله. ثم قال لي: أدن مني يا أبا محمد. فدنوت منه فمسح على وجهي وعلى عيني، فأبصرت الشمس والسماء والأرض والبيوت وكل شيء في البلد. ثم قال لي: تحب أن تكون هكذا ولك ما للناس وعليك ما عليهم يوم القيامة، أو تعود كما كنت ولك الجنة خالصة؟ قلت: أعود كما كنت. فمسحا على عيني فعدت كما كنت. قال: فحدثت ابن أبي عمير بهذا وقال: أشهد أن هذا حق كما أن النهار حق. يا مستمعين النظام، صلوا على خير الأنام محمد صام وآله وسلم. هو نور قد جاء من بعد نور، هو بدر يضيء
بين النجوم من له المعجزات في كل وقت طارت في الملأ بمعنى سليم كيف لا وهو سيد الخلق طرا وحفيد إلى الوصي الكريم صلوات. قال الراوي بالإسناد عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال كنت مع أبي جعفر عليه السلام جالسا في المسجد إذا أقبل داود بن علي وسليمان بن مخالد وأبو جعفر عبد الله بن محمد أبو الدوانيق فقعدوا ناحية في المسجد فقيل له ماذا محمد بن علي جالس فقام إليه داود بن علي وسليمان بن مخالد وقعد أبو الدوانيق مكانه حتى سلموا على أبي جعفر عليه السلام فقال له أبو جعفر عليه السلام ما منع جباركم من أن يأتيني فعذروه عنده فقال عند ذلك أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام أما والله لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك ما بين قطريها ثم ليطأن الرجل عقبه ثم لتذلن له رقاب الرجال وليملكن ملكا شديدا فقال له داود بن علي وإن ملكنا قبل ملككم قال نعم يا داود. صلوا على محمد وآل محمد. ثانيا ثالثا على حب الإمام الباقر. نبارك لكم هذه الليلة ليلة ميلاد الباقر ونرجو من الله العلي القدير أن يعيد هذه الليلة في خير وفي أحسن حال إن شاء الله إنه سميع مجيب الدعاء على جميع المسلمين والمؤمنين. ننتظر سماحة الشيخ شاكر الفردان في بضع دقائق نأخذ جلوات في حب الإمام الباقر. إن علوم المصطفى لباقر العلم انتهت أبدى إلينا ما به محافل العلم زهد وقد أشاد للهدى الأركان بعد أن وهات فخولفته عصبة للحق بغيا سفهات هو حجة الله الإمام محمد وأبر باد في الأنام وحاضر الطاهر ابن الطاهر
الطاهر ابن الطاهر ابن الطاهر ابن الطاهر ابن الطاهر خير المحاتد محتد يفتر عن سلف تتابع كابرا عن كابر هو ذلك المولى الذي أهدى له الهادي شريف سلامه مع جابر هذا الذي بلسانه وبيانه هدي الأنام ونزل التنزيل هذا عن فضله نطق الكتاب وبشرت بقدومه التوراة والإنجيل لولا انقطاع الوحي بعد محمد قلنا محمد من أبيه بديل هو مثله في الفضل إلا أنه لم يأته برسالة جبريل أضاء وجه العلم والرسوم بنور وجه باقر العلوم قام بحمل راية الرسالة بمحكم البيان والدلالة وشيد الدين الحنيف السامي حتى على الدعائم الإسلام فرق جمع الغي والضلال بجمع شمل العلم والكمال علومه الغر مصابيح الدجى بنور علمه اهتدى من اهتدى صفت شريعة المختار عن كدر الأهواء والأفكار هو نور قد جاء من بعد نور هو بدر يضيء بين النجوم من له المعجزات في كل وقت ظهرت في الملا بمعنى سليم كيف لا وهو سيد الخلق طران وحفيد إلى الوصي الكريم قبل أن ننهي هذه الجلوات ذكر في كتاب الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب في رواية وهي رواية ذات معاني جدا سامية أن حاكم ذلك الزمان الذي كان فيه الإمام الباقر عليه السلام نوى وكان والي المدينة المنورة عمر بن عبد العزيز وهو الحاكم الأموي المعروف فأمر الوالي
في المدينة المنورة أن يجدد المسجد النبوي الشريف. فعندما انتهى كعادة الحكام، عندما انتهى من الصيانة التي أو البناء الذي أضافه للمسجد النبوي الشريف، جاء الحاكم الأموي أو الطاغية أو السلطان الأموي، جاء إلى المدينة المنورة ودخل المدينة ودخل المسجد النبوي الشريف، وإذا بالإمام الباقر كما تروي الرواية التي جاءت في هذا الكتاب والتي نقلها الشيخ باقر الشريف القرشي في كتابه الذي يتحدث فيه عن سيرة الإمام الصادق. دخل الحاكم الأموي وإذا بحلقة، فسأل عمر بن عبد العزيز فيما هذا الدرس، أو من الذي يتزعم، من الذي يدرس هذا الدرس؟ فقيل له هو محمد الباقر ابن زين العابدين. فذهب للإمام الباقر الحاكم الأموي فقال له فيما درسك، في أي مادة تدرس؟ اعتقد أنه سيقول له فقه، قرآن، أخلاق، وإذا به يقول له درسنا في الجغرافيا. الرواية غريبة لكن من غير المستغرب في عهد الإمام الباقر والصادق أن الإمامين الباقر والصادق أنشأ جامعة يعد طلابها أكثر من 4000 طالب. هذه الجامعة تدرس كل علوم الدنيا وعلوم الآخرة، الفقه والقرآن والسيرة، وتدرس الطب وتدرس الكيمياء وتدرس الفلك والجغرافيا، لدرجة أن طبعا الحاكم الأموي انذهل من الإمام الباقر، فرأى في جمع الحلقة طفلا صغيرا، فاستفسر من عبد العزيز عمر بن عبد العزيز فقال له من ذلك الصبي الذي جالس في هذه الحلقة، وهل هو يستوعب ما يقال من أمور قد تكون غريبة في ذلك الزمان؟ فقال له إنه أفضل من في الحلقة، في حلقة الدرس وهم يتعلمون الجغرافيا هو أفضلهم. فقال له من هذا؟ قال له هو جعفر بن محمد ابن الباقر، جعفر بن الصادق ابن محمد الباقر. فأخذه على جنب فسأله 3 أسئلة، كل سؤال في جانب. السؤال الأول كان في الجغرافيا في الفلك فأجابه، والسؤال الثاني كان في المنطق فأجابه، والسؤال الثالث كان في علم الحديث وهو عن عبد الله بن مسعود فأجابه. استغرب من هذا العلم الفياض. نعتقد أننا في فترة تفجر المعلومات، حسب ما يقال أن كل ما لدينا من اختراعات هي عبارة عن أسس أصل لها المسلمين في ذلك الزمان. فلكي نرى عظمة الزمان وعظمة الإمامين الباقر والصادق في تفجر العلوم الدنيوية والدينية. آل طه نظيرهم لم يوجد، ومعالي علاهم ما له حد، إنهم قد علوا مقاما وسؤدادا، فمنار الأنام أعني محمد.
إنهم قد علوا مقاما وسؤددا باقر العلم من بني عدنان ما له في مكارم النفس ثاني فهو ملجأ العفاة في الحدثان وحمان يستجير فيه العاني يا له الله من إمام مهيمن حبه يوم الحشر جنات عدن محسن في أخلاقه أي محسن وجواد في جوده مثل مزنان كل علم مدبج من علومه ففنون العلوم من مرقومه خلته البدر مشرقا في نجومه سابق الأذكياء في مفهومه سيد في العلا له إجلال في معالي تضرب الأمثال فهو كنز للمعوزين كمال يتجلى منه السخاء والكمال اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زلنا طبعا في انتظار سماحة الشيخ وعذره عنده في هذه الزحمة، قد يكون قد حصل تأخر له في هذه اللحظات، إن شاء الله يكون قريب بيننا. سيد بيكون موجود هنا إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. في هذه اللحظات يتفضل الرادود صالح الشيخ ليتحفنا بالأهازيج والأبيات الولائية بمناسبة مولد الإمام الباقر عليه السلام. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الله.
صلى على محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نبارك لكم أيها الأحبة هذه الأيام العظيمة المباركة وهذا الشهر الفضيل الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم على مثل هذه الأيام في حال أفضل من ذي الحال ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. اللهم صل على رفع الصوت بالصلاة على محمد وآله تطهر القلب من النفاق. عن النبي الأكرم من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 مرات. لا تبخلون قعدوا شوي. ورفعه 10 درجات. وغفر له 10 خطيئات. إن شئت نصر المصطفى المختار ونجاة نفسك من عذاب النار فاجعل نداءك عند ذكر محمد صلوا عليه وآله الأطهار. إن الصلاة فريضة تنجيك من وادي سقر. إن الصلاة فريضة تنجيك من وادي سقر وتمامها وبلاغها ذكر النبي مع الآل الغرام. بشراكم قد جاء شهر النور بالخير والبهجة والسرور. بشراكم قد جاءكم شهر رجب صلوا على طه النبي المنتجى. كلش ضعيف الصلوات. هو اسم نهر في جنان الخلد وطعمه قد فاق طعم الشهد ولونه أبيض من لون اللبن. من صام يوما فيه منه يشربا يزداد فيه الصائمون قربا ورحمة الباري تصب
صبا ويوم حشر الخلق للعباد صوت من العرش بهم ينادي من ساحة القدس نداء قد وجاب قوموا إلى الجنة يا أهل رجاء. من صام يوما واحدا من رجب في الحشر يسمو برفيع الرتب تغلق من أمامه النيران وتفتح النعيم والجنان. وإن أردت نيل حسن الأجر عليك بالعمرة في ذا الشهر فأفضل العمرة في شهر رجب كما أتى عن النبي المنتجب فإنها كفارة للزلل وهي لحج البيت في الفضل تلي. أما إذا شئت الثواب الأكمل فزر حسين الصب واقصد وين كر يا دعاء من النوم. صلوا على محمد وعلى محمد. خلكم وياي يلا. فزر حسين الصبط واقصد كربلاء زيارة النور إلى الحسين تضيء يوم الحشر كاللجين أول يوم تلكم الزيارة تجارة أعظم بها تجارة زيارة قد عرفت بالنور في أول من رجب المنير. أوله فاح بطيب عاطر بمولد المولى الإمام بمولد المولى بمولد المولى الباقر شبيه جده النبي المصطفى علما وحلما وكفاه شرفا سمي جده النبي الهادي وباقر العلوم في العباد باقر باقر علم الأنبياء والرسل ابن علي ابن الحسين ابن علي قد حاز من طاغ النبي الوسام مع جابر أهدى إليه السلام. بالباقر مع الهادي احتفلنا ربي لمشاملنا. بالباقر مع الهادي ربي لم ربي لم إن شاء الله المساجين ارجعون برأس مرفوع ويشاركونكم هذه الاحتفالات. يلا بالباقر مع الهادي ربي لم بعد بعد بالباقر ربي قوم يا شيعي وتزين
والبس ثياب جديدة ليلة الميلاد فرحة وهاي هالليلة مجيدة انت بحراني وفيها مجدك الأصلي تعيدة انت بحراني وفيها مجدك الأصلي اي بحران انشر هذه الراية وبحران انشر هذه الراية ايه ارفع ايدك بحران انشر هذه الراية بعد بحران انشر هذه الراية اي ليلة ليلة من العمر فيها أملنا ربي لين بالباقر بالباقر مع الهادي إيه ما شاء الله ربي لين ليلة من أحلى الليالي ليلة الميلاد حلوة انجي ونحييها في الماتم وجيتك للهادي تسوى تسوى لما تسوى تسوى الله الله نصيح بيها آه يا محلى الجلوى نفرح ونهني والينا إيه ونفرح ونهني والينا نفرح ونهني والينا إيه حب آل النبي يجري ويا دمنا ربي لم حب آل النبي حب آل النبي يجري إيه رب رجب من جانا لفتنا فرح ميلاد الأيمة والعطر فوح علينا ليلة المولد نشمة شيعة الزغرة فرحانة وبالمآتم خوش لما شيعة الزغرة فرحانة وبالمآتم خوش الشيعة معيدة بميلادة الشيعة معيدة بميلادة الشيعة معيدة بميلادة يشتد كل سنة فيها عزيمنا ربي لين إلى الشيخ جعفر الصايغ يشتد كل سنة فيها عزيمنا رب أدري الشيخ شاكر انتظرني بس باجيب بس جلوة أخيرية وسريعة حتى أعطيه المجال حتى بعد لا يتأخر علينا في الديه نحن بنروح بعد هناك نشارك وراك صلوا على محمد وآل محمد شيخنا باجربهم إذا جاوبوا واصلنا إذا ما جاوبوا سيدة أفضل الصلاة وإحنا يلا جاوبون ها جاوب بابا جاوب ارفع يدك أول رجب ولادة الباقر الله الله والثاني يزهي الكوكب العاشر أول رجب بولادة الباقر والثاني يزهي بكوكب العاشر أجمل سعادة هاي الولادة أجمل
هايل بعد أجمل إيه أجمل عتشو إيه هذا الشهر بس ما تشع لمعة هلاله بشرونا ببدور اللي تحيي الرسالة تحير إيه أول غن الباقر زغ نور الجلالة ساجد نزل فوق الأرض محلى جماله محلى إيه عم الأرض ويا السما نوره الله كل شيعته هالليلة مسرورة أجمل سعادة هاي الولادة أجمل الليلة راحت وانجلت سود الليالي من رفرف بدار الوصي بيرق العالي بيرق شمس المعارف أشرقت باسم تلالي أظهر معاني ظهر معاني فرحتك يا هالموالي ما تنوجد بين الملا وصافاها الله ما تنوجد بين الملا وصافاها كعبة ونزل حتى الملك طافا اي ما تنوجد بين الملا وصافا اي كعبة ونزل حتى الملك طافا اجمل اجمل سعادة هادل اجمل ارفع صوتك هادل بعد اجمل اجمل سعادة عاشر بدر يزي وضوى كل الظلامة حامل موارث النبوة والإمامة يا من ردت عن فرحتي هذه علامة شوف القلب من صدري فرفر كالحمامة للهادي راح جدد البيعه يا محلى هذا الفرح يا شيعه واجمل سعاده هادل اجمل يلا اخر واحده وين النسيم اللي يودي عني مكتوب للمصطفى يقل له استمع تغريد لقلوب تغريد بعشق قلبك يا محمد نهوى وندوب بعشق قلبك يا محمد بعشق قلبك يا محمد نهوى وندري بمحبتهم تمحي كل الذنوب اي والله كل الذنوب سامر نبعث كل تهانينا مولد علي الهادي تهنينا واجمل سعادة هاي الولادة اجمل أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول محمد وآل لا زين تمام كملوهم فاطمة الزهراء صلوات الحسن زين
موحد جعفر موسى علي محمد وعلي والحسن يلا حتى تتنشطون حب العصر والزمان بصاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان وكل بياض بيض تفضل يا شيخ. نشكر الأخ الرادود صالح الشيخ على هذه الكلمات الولائية في حب الإمام الباقر، وبعد أن تبركنا بذكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نتشرف بكلمة لسماحة الشيخ شاكر الفردان في هذه المناسبة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. قال الله في محكم كتابه وجليل خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أبارك لكم أيها الأحبة غرة شهر رجب الأصب وولادة كوكب من كواكب سماء الولاية والإمامة، الإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه. ورد في أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. كيف نحيي أمرهم؟ ورد في بعض روايات المعصومين أن الأمر هو ولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعني أن هذه الولاية
نعيشها في حياتنا على مستوى الفكر وعلى مستوى السلوك، أي أن الإمامة لا تعني الانتماء الصوري والشكلي لأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإنما يعني أن نعيش الإمامة والولاية والانتماء الحقيقي لأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم ونجعلهم قدوة في حياتنا. الآية التي صدرت بها الحديث تقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. على أي أساس اختار الله الأئمة؟ والسؤال أيضا نطرحه: على أي أساس وقع الاختيار على الأنبياء؟ بلا شك أن هناك مقدمة في أذهاننا تقول أن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، أي أن الله لا يفعل الأفعال بجهل ولا تصدر عنه الأفعال لغوية عبثية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما تكون أفعاله ناتجة عن العلم المطلق وناتجة عن الحكمة المطلقة التي يتمتع بها الله سبحانه وتعالى. فحينما يختار الأنبياء ويصطفي الأنبياء لا بد أن يكون ذلك على أساس حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى فيها مصلحة للعباد والبلاد، ولذلك يصطفي الأنبياء ويختارهم ثم يرسلهم للناس حتى يكونوا قادة ورادة وسادة يأخذوا بأيدي الناس إلى الغاية التي يريدها الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية كشف الله سبحانه وتعالى عن مناطات الاختيار وملاكات الاصطفاء لهذه الصفوة من البشر. إن الله سبحانه وتعالى لما اصطفى الأنبياء بنينا على مفهوم عام، لأن الله عليم ولأنه حكيم، قطعا أن عملية الاصطفاء للأنبياء ناتجة لهذين الأمرين. في هذه الآية يتحدث القرآن الكريم عن اصطفاء واختيار الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، هو الغاية والغرض من وراء ذلك أن هؤلاء الأئمة، أن هذه الصفوة يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني أن السبب في عملية الاصطفاء والاختيار مبني على هذين الأمرين. الأمر الأول: لما علمنا منهم أنهم يتمتعون بصبر تعجز عنه الجبال ويمتلكون مرتبة عالية من العلم بلغوا فيها عين اليقين، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، جعلنا منهم أئمة. واحد من هؤلاء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وألبسه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وساما أنبأ به وأخبر به جابر ابن عبد الله الأنصاري في الرواية المعروفة، في أنه نقل التحية من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الغرض في تعبير النبي أنه يبقر العلم بقرا،
والإبقار في العلم يعني التوسع فيه. التوسع فيه. زمن الإمام الباقر والحياة التي عاشها كانت حياة الاضطرابات الفكرية. صحيح أنه بعد شهادة جده الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبعد واقعة كربلاء والحالة التي أصابت الأمة الإسلامية وحالة من الاضطهاد والضغط والذل والضعة وحركات وسجون ودماء كانت التيارات الفكرية تتحرك على الأرض وكان لابد من الوقوف أمام وكان الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه الذي وسمه النبي الأكرم صلى الله عليه بهذا الوسام يعمل جاهدا في توسعة آفاق العلم في فتح أبواب العلم على مصراعيها تعليم وتعلم وشحن الناس وخصوصا أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا يمكن أن يخوضوا غمار الحياة وهم لا يمتلكون السلاح الذي يمزقون به ظلمة الطريق مشعل العلم والمعرفة. هذا المشعل إذا لم يمتلكوه كيف يستطيعوا أن يسلكوا هذا الدرب المزدحم بالتيارات الفكرية من مرجئة وقدرية وغيرها ومجسمة ومشبهة وغيرها من الآراء والأفكار التي تعيق حركة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وتبلبل أفكار التابعين لأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. ماذا يصنع الباقر صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذا الوضع؟ هاتان الصفتان اللتان تحدثت عنهم الآية صفة الصبر وصفة العلم لأن الأمور تحتاج إلى النفس الطويل. الحياة خصوصا عند الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم ما كانت الطريق مفروشة بالورود والرياحين. أتباع أئمة الهدى كانوا تحت المراقبة والمطاردة والمتابعة والتهميش والتمييز والإبعاد. هو طبيعي مجتمع يعيش مخنوق لابد أن يحمي نفسه وحماية تكون أول حماية يحمي نفسه بسلاح. هذا السلاح يسقط إذا كنت جاهل لأنك لا تدرك ولا تعرف كيف تستخدم الوسيلة التي في يدك. لكن حينما تمتلك العلم وتمتلك المعرفة وتمتلك أدواتها تستطيع أن تتصرف في كل شيء حواليك. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه اشتغل على جبهتين. الجبهة الأولى أن يحصن ويسلح أتباعه بمعارف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من التيارات الهدامة التي تقصدهم تضعف في نفوسهم مسألة الإيمان بمذهبهم وبفكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. والمسألة الثانية انفتاح على المذاهب الأخرى وهذه أصعب من تلك. يعني أنت في اللحظة التي تريد أن تحافظ على ما لديك من أفكار من معتقدات أنت لا ترفع يدك تفتخر بأنك شيعي لكنك لا تلغي الآخرين تثبت كل الولاء للآخرين بأن قدمك ثابتة لا تقبل التزلزل يدك في يد علي مهما بلغ الخطر لكنك لا تغلق الأبواب في وجوه الآخرين. هذه نتعلمها من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه. شلون يعني؟ إمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في اللحظة التي يحمي فيها أصحابه
يحصنهم يغذيهم على المستوى العلمي والروحي، خصوصا مسألة الارتباط والانتماء لأهل البيت، لأنها مسألة قابلة للتحدي بالدوام من بعد رحلة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بل من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا، وحتى يقوم قائم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. تبقى علامات الاستفهام، لماذا أنتم شيعة؟ لماذا تتبعون علي بن أبي طالب؟ لماذا تصرون على هذا الولاء؟ بل أكثر من هذا، نحن مو فقط نصر على الولاء، نموت عليه. اللهم أحيني على ما أحييت عليه علي بن أبي طالب، وأمتني على ما مات عليه علي بن أبي طالب. مسألة موت وحياة، مسألة ترتبط بموت وحياة. حياتي ما إلها قيمة إذا ما كانت على ولاية علي، موتي ما إلى قيمة إذا لم يكن على ولاية علي بن أبي طالب. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. لا، إمامي من علي بن أبي طالب إلى الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. كيف نحافظ على هذه الثروة؟ كيف نحصن بيوتنا، عقول أبنائنا وبناتنا، تيارات هدامة؟ اليوم احنا في زمان التيارات تستقصدنا في داخل بيوتنا، في التلفزيون، في التليفون، في كل وسائل الاتصال. السهام ترشقكم، تستقصد عقول أبنائنا وبناتنا، كيف نحصنهم؟ هذه المآتم حصوننا، هذه المساجد حصوننا، علماؤنا العاملون قادتنا وسادتنا. تبقى لما نضع يدنا في يد أمير المؤمنين ونقتفي أثرهم ونقتدي بهم، فهم الصراط المستقيم الذي يوصلنا إلى غايتنا. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وهو يحمي هذه الأمة من الاضطهاد، من الضياع، من الانحراف، من بلبلة الأفكار، من تضعيفها، من إيجاد مسافة. ضربون أسفين بينهم وبين قادتهم وبين الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نجد الإمام الباقر يفتح أبوابه للمذاهب الأخرى والأفكار الأخرى. يعلمون لو عرف الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. شنو الناس ما يعرفوا محاسن؟ مو احنا اللي ننتمي لأهل البيت؟ شنو الصورة اللي ننقلها للآخرين؟ لما أنقل الكلمة، الكلمة مو بس الكلمة المكتوبة والكلمة الملفوظة، كلمة الملموسة المحسوسة، السلوك الذي أمارسه، لما يتلمسون يقولون من وين هذا الأدب؟ يتضع الناس يدها على هذا الشيء المحسوس. أدبني جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. اليوم في العالم كله تجد المفارقات في هذه الدنيا كلها. تقول يذكرون الصراع الطائفي بين مذهب وآخر. لما الناس طالع في داخل الدنيا تتلمس جماعة التابعين لمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ماذا يحملون في يدهم؟ وماذا هو في داخل عقولهم؟ وكيف يتعاملون مع الآخرين؟ هذه مكاسب نكتسبها من سيرة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن في ولادتهم، خصوصا في ولادة مولانا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وهو باقر العلم الذي نجعله قدوة لنا نقتفي بآثاره، خصوصا شبابنا. العلم لا يرتبط بشيء، العلم في حد ذاته نور، ولا يوجد أحد يرفض النور.
بدون العلم يعني أنك تعيش الظلام، والآخرون يخططون لنا أن نعيش في ظلام دامس، أن يعشعش الجهل بيننا، يكون أجيالنا القادمة لا يقرؤون، إذا استطاعوا أن نتركوهم لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يرتقون في مراتب العلم، فهو من أعظم النجاحات التي يقدمونها. هذا إمامكم الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الذي يحمل مشعل العلم ويوسع أبوابه. نقتفي أثر، نعيش ولادة، يعني نعيش ولادة العلم في داخلنا. ما حد لي حجة شبابنا اللي يقولون أنا شلون أدرس ماكو شغل. أنت مو تدرس للشغل، هذا نور في حد ذات، حصلت عمل أو ما حصلت عمل، فلازم تحمل إياك طبس من نور تضيء به الدرب الذي تسير فيه. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم في حين أنهم علمونا كيف نحمي أنفسنا، نحصن أنفسنا، أبناءنا، أهلنا، بناتنا، من خلال هذه الحصون التي نعيش فيها لا نقفل الأبواب ولا نعيش الغربة مع الآخرين، وإنما نعيش معهم بكل قوة واقتدار بما نمتلك من علم ومعرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا وإياكم من نومة الغافلين، وأن يثبت أقدامنا وإياكم على ولاية أمير المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.